سيد، السلام عليكم. انا ايه سيد، ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهارده عن الماشين ليرنينج. بس قبل ما نتكلم عن تفاصيل السيشن، خليني الاول اعرفكم بنفسي. انا كور جنايزر في جي بي جي كلاود ايجيبت، وبشتغل شادو كريتور وكلاود اكسبرت. وهيكون معانا النهارده باشمهندس اسلام مدحت، فاسيليتيتور، هيرد على الاسئله بتاعتكم في الشات. وده الهاندل بتاعي في أي مكان على السوشيال ميديا، أي أي زيدان. لو حد حابب يسأل أو يستفسر عن أي حاجة مفيش مشكلة. خلونا نعرف النهاردة احنا هنعمل ايه أو موجودين هنا ليه. أول حاجة هنعرف مع بعض يعني ايه machine learning، ويعني ايه image processing، وكمان يعني ايه API، وازاي ممكن نستخدمه. طيب ببساطة عشان نفهم الماشين ليرنينج، خلونا نفهم ده من خلال مقارنة بسيطة ما بين الإنسان والروبوت. تخيل كده إن أنت مثلا قلت لأخوك أنا عايزك تشتري لي عصير، فأنا كده اديت له أمر محدد اللي هو انزل هات عصير من المحل الفلاني. هو نزل مثلا المكان ده وملقاش العصير، أو لقى مثلا المحل قافل، فببساطة هيعمل حاجة من كذا حاجة ويبدأ ياخد قرارات. يا إما يرجع لك تاني ويقولك أنا ملقتش عصير، أو إنه هيبدأ يفكر ويروح مثلا يجيب العصير ده من محل تاني، أو إنه يشوف حاجة بديلة بقى، يعني حاجة بدل العصير بس هتأدي نفس الغرض ويجيبه. بس مشكلة ال يعني خلينا نقول إن هو ماشي هيروح يجيبه من مكان تاني، أو إنه يشوف حاجة بديلة. بس مشكلة الروبوت أو الكمبيوتر عموما إنه شوية غبي. يعني إيه؟ يعني أنا اديت له أمر معين هو مش هينفذ غير الأمر ده، ومش هيعرف يتصرف إلا لو أنت رجعت واديت له أمر جديد. ودي كانت مشكلة بتقابل الناس بتوع البروجرامينج عموما، لأنه لازم يكتب كل أمر بنفسه، ولازم يحط الاحتمالات. يعني مثلا يقول والله أنا دلوقتي اديت له أمر، لو لقى الأمر ده مش موجود المفروض يروح يعمل كذا، وهكذا. لو في احتمال ناقص أو حاجة جديدة قابلت الروبوت، يا إما هيقف أو يبدأ مثلا يهنج. فقالوا محتاجين نلاقي ألجوريزم معينة أو ميثود معينة تخلي الماشين بتاعتي ما تستناش إن نديها أمر تاني وتبدأ هي تفكر وتشوف حلول بنفسها. ومن هنا نقدر نقول إن العلاقة ببساطة ما بين الروبوت والإنسان هي إن الإنسان بيفكر بس الروبوت بينفذ. وده اللي خلى العلماء بتوع الـ AI يفكروا في حاجة اسمها machine learning. طيب يعني إيه machine learning؟ ببساطة الـ machine learning هو إني أخلي الماشين بتاعتي تعلم نفسها بنفسها، أو أخليها تتصرف لوحدها في حل المشاكل، أو خلينا مثلا نقول إن الماشين بتاعتي إزاي تبدأ تتصرف وتاخد قرار من نفسها كإنسان. طيب دي بعض التطبيقات المشهورة اللي داخل فيها الماشين ليرنينج. خلونا مثلا نتكلم عن الفيس ريكوجنيشن. طب ده عبارة عن ايه؟ لو انت دلوقتي ماشي في الشارع وشفت واحد صاحبك مثلا احمد ماشي بعيد، وشفت واحد تاني اسمه مثلا مصطفى، طبيعي بكل سهولة هتقدر تميز ما بين احمد وما بين مصطفى من غير اي مجهود، من غير ما تاخد اي وقت. انا عارف احمد وعارف مصطفى وخلاص. زمان كانت الماشين ما بتقدرش تميز بين الاشخاص، يعني كانت بتعرف ان ده انسان بس ما تقدرش تعرف ان ده احمد وده مصطفى وده محمود، ما كانش بتقدر تعمل ده، عشان في الاول وفي الاخر هي شايفة حاجة كبيكسلز. وهنتكلم يعني ايه بيكسلز كمان شوية. بعدين علماء الماشين ليرنينج بدأوا يعملوا ميثود او الجوريزم معينة يعلموا بيها الماشين ان ده مثلا اسمه حاجب، وده انف، ودي شفايف، وهكذا، لغاية ما الماشين بقت تقدر تفرق ما بين كل شخص والتاني، لدرجة انهم بقوا يقدروا يميزوا الوجه البشري من الوجه اللي مش بشري، اللي هو مثلا صورة او حاجة مرسومة. لو جبنا مثلا مثال واقعي على كده، خلينا نتكلم مثلا على الفيسبوك. اول ما بتنزل صورة على الفيسبوك هو بيبدأ يقترح، يقول لك اعمل تاج لصاحبك كذا. هو عرف منين؟ عرف عن طريق الماشين ليرنينج. طيب
لو جينا نتكلم عن ايه الفرق ما بين الـ AI والـ Machine Learning والـ Deep Learning، الـ AI ببساطة هو الأساس أو هو الحاجة الكبيرة اللي شايلة جواها الـ Machine Learning، أو خلينا نقول الـ Machine Learning هو فرع من فروع أو جزء من الـ AI، وكذلك الـ Deep Learning، الـ Deep Learning هو فرع من فروع الـ Machine Learning أو جزء من الـ Machine Learning. ده ببساطة خالص الفرق ما بينهم. احنا كده عرفنا ايه ماشين ليرنينج. خلينا مثلا لو عايزين نعرف يعني ايه ايمج بروسيسنج، وهنتكلم عليه واحنا شغالين عملي اكتر. عشان نعرف يعني ايه ايمج بروسيسنج، خلينا نسأل نفسنا ازاي الكمبيوتر بيشوف الصور دي. الكمبيوتر يعني احنا صورة الفيل دي، احنا كبشر بنشوف الصورة كده، الكمبيوتر بيشوفها بالطريقة دي. طب ايه هي الطريقة دي؟ الطريقة دي هو بيشوفها على هيئة حاجة اسمها بيكسلز. يعني ايه بيكسلز؟ البيكسلز دي اصغر وحدة موجودة في الصورة. البيكسلز دي المفروض بتعبر عن اللون او الدرجة بتاعت اللون في الصورة. يعني ببساطة بعبر عن الالوان اللي في الصورة بارقام، وبكتبها في حاجة اسمها ماتريكس. يعني ايه ماتريكس؟ يعني مصفوفة صفوف واعمدة، انا بكتبها كده، انا كونت ماتريكس جواها بيكسلز معينة، يبقى انا كده كونت الصورة اللي الكمبيوتر بيشوفها. طيب أي إنسان عموما يقدر يميز ما بين البرتقانة والتفاحة بسهولة جدا. طب إزاي أخلي الماشين بتاعتي تبدأ تميز زي الإنسان بالظبط؟ لو أنا ابتديت أدي للماشين مثلا تفاحة، وقلت لها والله دي تفاحة، وقلت لها الخصائص بتاعتها زي مثلا دي لونها أحمر، من بره بتكون ناعمة، لونها من جوه مثلا ابيض، دي كده اسمها تفاحة. ودي جبت برتقانة وقلت لها البرتقانة دي لونها برتقاني والقشرة بتاعتها خشنة مثلا، وهكذا. ده كده المفروض، ده كده ايه اي انا ببدأ احط خصائص معينة للماشين واقول لها والله دي 1 2 3، دي كده اسمها تفاحة. لو لقيت اي حاجة تانية بالمواصفات دي فدي كده بقى اسمها تفاحة خلاص. جيت بعد كده ممكن اديت للموديل بتاعي او الماشين بتاعتي عدد كبير من التفاح والبرتقال، وقلت له ان دول تفاح وبرتقال. ورحت وقلت له كل مثلا 100 صورة دول تفاح والمية التانيين دول برتقال. ورحت دخلت له على 100 صورة قلت له شوف هتعرف ايه الصح فيهم وايه الغلط. هيبدأ يتعلم هو الفرق ما بينهم، ويعرف الفرق ما بين التفاح والبرتقال. فبالتالي لو حطيت له تفاحة وبرتقالة هو هيقدر يعرف مين منهم تفاحة ومين برتقالة. طيب المثال ده هنا مثلا أنا عندي ماشين وعندي مجموعة كبيرة من التفاح والبرتقال. الماشين هي تبدأ تجمع اللي شبه بعض مع بعض من غير ما أنا أقول لها أي حاجة ومن غير ما أديها أي خصائص. هي هتبدأ تجمع مثلا اللي لونه أحمر في مجموعة لوحده، واللي لونه برتقالي في مجموعة لوحده، وتقسمهم مجموعات. بعد كده هتعدي على مجموعة مجموعة وتحدد الخصائص بتاعتها. والله جات عند مجموعة ألف لقيت إن المجموعة دي كلها لونها أحمر والجلدة بتاعتها ناعمة، فقالت خلاص دي كده هتبقى تفاحة، والتانية مثلا برتقال، وهكذا. هي كده بدأت تعلم نفسها بنفسها، وهو ده الماشين ليرنينج اللي احنا بنتكلم عنه. طيب احنا عندنا على جوجل كلاود في أكتر من API. احنا هنشتغل النهاردة على الكلاود فيجن، والحقيقة الكلاود فيجن ممكن نستخدمه في حاجات كتير. زي ايه؟ زي اني اديتكت مثلا فيس معين، او اميز ليبلز معينين او لوجو معين انا عايزه، وهكذا. الطريقة بسيطة جدا جدا جدا. وخلينا في الاخر او بعد ما نشتغل عملي هنشوف لايف ديمو ازاي نقدر نستخدم الكلاود فيجن بسهولة. طيب احنا هنشتغل على تولز اسمها او بلاتفورم اسمها كويك لابس. كويك لابس ده تريننج بلاتفورم من جوجل. عشان استخدمه بدفع في الشهر تقريبا اكتر من $70 بس. النهاردة انتوا هتاخدوا اللينك ده، بيديكوا اكسس فري لمدة شهر، تقدروا تتعلموا كل اللي انتوا عايزينه او التراك اللي انتوا مايلين ليه طول الشهر ده. ولو انت خلصت كويست واحدة خلال الشهر ده تقدر تاخد شهر تاني فيه. طب يعني ايه اصلا كويست؟
الكويست ببساطة يعني كورس، الكورس جواه مجموعة من الدروس، فالكويست جواها مجموعة من اللابس. فببساطة تاني الكويست يعني كورس واللاب يعني درس. طب أقدر أستفيد إيه تاني من كويست لابس؟ أي كويست باخده أنا باخد بعده بادج أقدر أستخدمه على لينكد إن، أحطه في السي في بتاعي. طب إزاي نبدأ نشتغل على كويست لابس أو نعمل إيه باللينك ده؟ اللينك ده هيتبعت لكم في اللايف شات حالا. طيب خليني اخد اللينك ده وندخل مع بعض. طيب اول حاجه على كويك لابس عشان نشتغل لازم نكون فاتحين انكوجنيتو ويندو او متصفح خفي من على جوجل كروم او اي متصفح تاني بس يفضل جوجل كروم. بنفتحه من هنا ونقول نيو انكوجنيتو ويندو. طب ليه لازم متصفح خفي؟ هنقول واحنا شغالين عملي مع بعض. فاول خطوه هنعملها هناخد لينك بتاع كويك لابس وندخل عليه. هيدخلني على الكويست اللي احنا هنشتغل عليها. احنا هنشتغل النهارده على الانترو تو ماشين ليرنينج ايمج بروسيسنج. طيب قدامك حالا من اتنين، يا اما انت عندك اكونت على كويك لابس فكل اللي هتعمله هتعمل ساين ان ويبقى انت كده خلاص اخدت الاكسس فري لمده شهر. لو خلصت كويست تاني هتاخد شهر تاني فري. طب لو انا واحد لسه اول مره اشوف كويك لابس هدوس على جوين. هيطلب مني شويه بيانات بسيطة خالص زي اسمي زي الايميل بتاعي الكومباني نيم او الجامعة بتاعتك ايا كان. بس طيب انا واحد عندي اكونت على كويك لابس فكل اللي هعمله هضيف ساين ان وهدخل بالايميل بتاعي. طيب انا كده دخلت على الاكونت. خلينا متفقين اول حاجه على كويك لابس في كام حاجه لازم نعرفها كده. اول حاجه هي ان الايميل بتاعي الشخصي اللي هو الجيميل او ايا كان ايه هو انا بستخدمه على كويك لابس فين وانا بعمل ساين ان. بس مجرد ما دخلت على كويك لابس المفروض تنسى الاكونت بتاعك خالص، ما تستخدمش الايميل ده في اي حاجه تانية. وهنقول ليه كمان شويه احنا شغالين عملي. خلونا نتكلم او ناخد تور سريع في كويك لاب. طيب الهوم بيج دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها ويلكم كذا كذا ان كان اسمك. بعدين الحاجه اللي انت بدات فيها ولسه مخلصتهاش او انت بس اللي انت تتعلمها. وبعدين مقسم الحاجه على هيئه تراكس. في مثلا لو انت حد مهتم بالانفراستراكشر هتدخل جوه هتلاقي كورسز معينه. الكورسز دي قلنا اللي هي ايه؟ اللي هي مجموعه من الكورسات. طيب في ايه تاني على كويك لابس؟ اول ما ندخل على اللينك او بعد الناس ما تعمل اكونت اول حاجه لازم تتاكدوا منها. تعالوا عند الصوره بتاعه البروفايل بتاعتكم وتاكدوا ان محدش هنا مكتوب له زيرو كريدت، يعني لازم كله يكون مكتوب له monthly subscription. طب لو انا واحد مكتوب لي زيرو كريدت هعمل ايه؟ انا هعمل ساين اوت وهدخل على اللينك تاني اللي كنا حاطينه او اللي بعت لكم في اللي بعت لكم في الشات وادخلوا عليه تاني هتلاقي بقى معاكم مونثلي سبسكريبشن. طيب في ايه تاني على كويك لابس؟ خلينا نتكلم واحنا شغالين في اللاب الموضوع هيكون الطف. طيب اللاب بتاعي اسمه ايه؟ انترو تو ماشين ليرنينج ايمج بروسيسنج الكويست سوري. طيب ده كده شكل الكويست بتاعتي من بره. قلنا كويست يعني كورس. هنلاقي جواها مجموعة زي مجموعة الدروس بس هي مجموعة من اللبس. خلينا ندخل نشوف جواها ايه. طيب ده كده شكل الكويست وده شكل الحاجات اللي انا المفروض اتعلمها في الكويست دي. بعد ما بخلصها انا باخد البادج ده واقدر اشير البادج ده على لينكد ان. وفي الاخر خالص هنقول بنعمل ده ازاي. انا عشان اخدت الكويست دي فكتب لي ان انا خلصتها. طب لسه اول مرة يفتح حاجة زي كده هتلاقوا فيه هنا وانتوا بتدخلوا الناس ما عملتش انرول هتلاقي في بوتن هنا لونه ازرق وهو ازرق كده بيقول لك سجل في الكورس دي. فانت هتدوس عليه لحد ما يبقى لونه هيبقى احمر ويقول لك ان انت كده خلاص اوريدي مسجل. هو انت ان هو البوتن هنا لونه احمر فانت كده تمام انت كده سجلت في الكورس دي. طب لو انا ما دوستش على البوتن ده وبدات اخد في اللاب مفيش مشكله انت هتدخل وتاخد اللاب بس لما تيجي ترجع تاني متلاقيش عامل لك تشيك مارك هنا.
انت لا انت دخلت اخدت اللاب، بس انت اصلا مسجلتش في الكيس عشان اقول لك ان انت اخدته او لا. نتكلم تاني على كتلة بالتفصيل لما ندخل على اللاب. احنا عندنا الكتلة دي فيها 5 لاب، اول لاب ده بسيط جدا، بس يعني هنبدأ من تاني لاب. اول لاب ده بيتكلم عن كلاود ماشين ليرنينج انجن. الماشين ليرنينج انجن ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه ان انا اعمل تريننج مثلا للموديل بتاعي عن طريق التنسور فلو. ممكن نحاول نعمله في الاخر. طب هنبدأ باللاب التاني اللي هو الاي بي اي. طيب خلينا نكمل كلام على كويت لابس. في حاجة هنا اسمها سكور. ايه هو السكور ده؟ السكور ده هي مجموعة من التاسكس هو بيطلبها منك، بيقولك مثلا لو خلصت كذا انت هتاخد سكور 5، لو خلصت كذا هتاخد سكور كذا. مطلوب منك ان انت تخلص كل اي تاسك بيديهولك عشان تاخد السكور بتاعك كله. وقتها انت كده يبقى اسمك فعليا انت خلصت اللاب بتاعك وتقدر تعمل اند لاب وانت مستريح. طيب ده كان بالنسبة للسكور. في حاجة تانية في كويك لابس اللي هي التايمر. لو انا جيت مثلا دوست ستارت لاب، التايمر ده هيبدأ يعد عد تنازلي. لو انا دلوقتي واحد، انا واحد عايز اروح اعمل حاجة، عايز اروح اجيب شاي، اعمل اي حاجة، فروحت قفلت البراوزر بتاعي وعشان التايمر يبطل يعد، هروح اجيب وهاجي الاقي التايمر شغال زي ما هو، فهو ملوش علاقة بالبراوزر او غيره. التايمر ده شغال من اول ما تدوس ستارت لاب لحد ما 30 دقيقة دول يعدوا. طيب خلينا كويك لابس بيعمل ايه تاني؟ ماشي. اللاب اول حاجة فيه بتكون اوفر فيو سريعة عن الحاجة اللي انت هتتعلمها دي، يعني ايه اي بي اي وايه مميزاته. بعد كده بيقولك انت هتعمل ايه جوه اللاب ده. بعدين بيبدأ معاك خطوة خطوة يعلمك ازاي تعمل الحاجة دي فعليا. ودي من المميزات اللي انا بحبها صراحة في كويك لابس، اللي هي مش فكرة انا حد بسمع كورس وبروح اطبق وراه، لا هو هنا بيقولك خطوات، والخطوات دي انت بتعملها بايدك على جوجل كونسول بس، فبالتالي الموضوع لطيف. خلونا طيب نبدأ اللاب مع بعض بعدين نقول هو في ايه. طيب قبل ما ندوس ستارت لاب احنا هنعمل ايه في اللاب ده؟ اول حاجة احنا هنتعلم ازاي نستخدم الكلاود ستوريج، او ازاي نكاري الباكت على الكلاود ستوريج، ازاي نعمل ابلود الاوبجكت ايا كان ايه هو الاوبجكت، وليكن مثلا ايمج زي ما هنعمل النهارده، وازاي نخليها بابليك لكل الناس تقدر تشوفها. وتالت حاجة او اخر حاجة في اللاب ده هنعرف ازاي اعمل ريكوست او ازاي استخدم الفيجن اي بي اي من الصورة اللي هو مديهاني تحت، وهنشوفها لما ننزلها. طيب خلينا اول حاجة نعمل مع بعض ستارت لاب. sorry you can only run okay. طيب ما عندي مشكلة. وهي يعني فتح لاب تاني. لحظة واحدة. طيب انا كنت مشغله لاب تاني شغال عليه وما عملتش اند لاب، فعشان كده قال لي ان في مشكله. تمام خلينا نقول الحاجه دي، كويت لابس مش بيخليك تشغل اكتر من لاب مع بعض في نفس الوقت. خلينا نرجع تاني نعمل ستارت لاب. new subscription. طيب بعد ما دوست ستارت لاب واللاب بدأ، التايمر بدأ يعد عد تنازلي، وطلع لي ليبل تانية كده فيها كلمة open جوجل كونسول ومديني يوزر نيم وباسورد. احنا من شوية قلنا عشان نشتغل على كويك لابس محتاجين نكون داخلين بانكوجنيتو ويندو او متصفح خفي. طب قلنا ليه متصفح خفي؟
عشان استخدم جوجل كونسول اصلا او اي حاجة عليها، انا المفروض الحاجة دي استخدمها بفلوس. بس انا دلوقتي طالب او ايا كان، انا دلوقتي واحد عايز اتعلم، فكويك لابس قال خلاص ماشي، انا هعمل اكونت للطلبة او للناس اللي حابة تتعلم، هديها اكسس فري للحاجة اللي هي داخلة تتعلمها دي. فبالتالي لما اجي دلوقتي وادوس اوبن جوجل كونسول، هو هيطلب مني ايميل او يوزر نيم وباسورد. احنا اتفقنا ان الايميل بتاعي الاساسي اللي هو بتاع الجيميل انا خلاص نسيته مجرد ما دخلت على كويك لابس. طب كل ما يطلب مني ايميل وباسورد هعمل ايه؟ هروح لليوزر نيم اللي هو مديهوني، وهاخد الباسورد واحطه. طيب برضو ما قلناش ليه انكوجنيتو ويندو. هو دلوقتي مديني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد دول شغالين لمدة 30 دقيقة بس. لو جيت انا دلوقتي عملت اند لاب ودخلت لاب جديد، هيديني يوزر نيم وباسورد مختلفين تماما. فبالتالي اليوزر نيم والباسورد دول بيتغيروا مع كل لاب ببدأه، اي لاب، سواء حتى هو قلنا لو هو نفس اللاب هيغير برضه اليوزر نيم والباسورد. هو انا لو فتحت براوزر عادي هيبقى عندي عدد كبير من اليوزر نيم، هتضايقني اصلا وانا شغال. بس هي مفيهاش اي مشكلة في شغل التكنيكال، مش هيقولك لأ، بس مش احسن انت تجيبيه. طيب بعد كده هيطلع لي ايه؟ طيب بعد كده هو هنا بيسألني انت عايز تعمل بروتكت الاكونت بتاعك. هو انا اوريدي مش داخل بالاكونت بتاعي اصلا، احنا اتفقنا ده الاكونت اللي كويك لابس عاملينه، فمش محتاج ان انا احمي الاكونت ده برقم موبايلي ولا اي حاجة. هدوس دن. طيب ماشي. اي حاجة هيطلعها بعد كده انا لازم اوريدي ادوس اكسبت، كده كده مش داخل الاكونت بتاعي. طيب بعد كده عندي ايه؟ ده كده شكل جوجل كلاود بلاتفورم، او ده اليو اي بتاعها. اللي على الشمال دول كل الخدمات اللي جوجل بتقدمها. في حاجة كمان على في كويك لابس، انا دلوقتي دخلت على اللاب اسمه اي بي اي مثلا، فانا هشتغل على الاي بي اي. ما ينفعش اجي انا من اللاب ده وادخل اختار مثلا اب انجن وابدا اشتغل عليه، هو هيقولك لا انت مش معاك بيرميشن ان انت تعمل حاجة زي كده، او ممكن الاكونت يتقفل. طب انا دلوقتي واحد عايز اتعلم الاب انجن، اعمل ايه؟ ارجع تاني بره خالص واختار الكويست بتاعت الاب انجن واشتغل على الاب انجن، وهكذا كل التوبكس اللي عندي. طيب خلينا كده نمشي مع اللاب واحدة واحدة ونشوف هو عايز ايه. اول حاجة، اول خطوة هو قايلها لي، هو قلنا بيمشي معايا خطوة خطوة. فقال لي اول خطوة افتح اوبن جوجل كونسول واحط اليوزر نيم والباسورد بتوعي، وانا اوريدي عملت ده. بعد كده بيقول لي افتح حاجة اسمها جوجل كلاود شيل. طيب يعني ايه جوجل كلاود شيل؟ ببساطة الناس مثلا اللي شغالة على لينكس او على ويندوز، السي ام دي الشاشة السوداء اللي هي التيرمينال ده، بتحكم في الجهاز بتاعي عن طريق كوماند لاين معينة بكتبها. فجوجل كلاود شيل ده هو نفس الفكرة، انا بكتب كوماند لاين معينة عشان اتحكم في اليو اي بتاع جوجل. مثلا عايز اقول له والله انا عايزك تفتحي دلوقتي الكمبيوت انجن وتعملي كرييت للفيرتشوال ماشين، انا ممكن بكوماند لاين واحد من التيرمينال اعمل الخطوة اللي انا عملتها دي. طيب بفتحه منين؟ بفتحه من هنا Start Cloud Shell. طيب هو مستني دلوقتي مني اول كوماند لاين اكتبه، خلينا نشوف هو بيقول ايه. ماشي، هو مديني اول كوماند لاين اسمه جي كلاود اوثنتيكيشن ليست. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيطلع لي ليست بالاكونت الاكتف اللي شغاله دلوقتي على جوجل كونسول، او اللي انا داخل بيها على جوجل كونسول. فلو حطيناه هنا هيطلع لي، هيقول لي ان الاكتف اكونت هو ده. طب
لو جينا بصينا هنا مثلا 1 2 3 هنرجع تاني هنا هنلاقي ان ده الاكونت بتاعي اللي انا داخل بيه اصلا. طيب وبيقول لي ان الاوتبوت هيطلع بالشكل ده. تاني كوماند لاين بيعمل ايه؟ بيجيب لي الاي دي بتاع البروجكت اللي انا شغال عليه دلوقتي. طيب هو دلوقتي طلع لي الاي دي بتاع البروجكت، هنروح نلاقيه هو نفس الاي دي المحطوط هنا. طيب الخطوتين اللي انا عملتهم دول، لو انا دلوقتي جيت سألت اي حد من القاعد قلت له انت اسمك ايه، وقال لي مثلا احمد، انت في جامعة ولا بتشتغل، وقال لي انا في جامعة، هل لو احمد ده ما ردش عليا انا هيبقى عندي مشكلة ان انا اكمل السيشن مثلا، او لا انا مش عارف اكمل فيه، في حاجة غلط؟ طبيعي لا. طيب اللي احنا عملناه ده نفس الفكرة، الجملتين او الكومنت لاين اللي احنا كتبناهم دول هم مش هيأثروا معايا في اي شغل تكنيكال، لو ما عملتهمش مفيش اي مشكلة. كل اللي بعمله هنا انا بسأله سؤال وبستنى منه اجابة. يعني ايه؟ يعني بقول له والله انا عايز اعرف ايه الاكونت الاكتف دلوقتي، فهيقول لي كذا. طب الاي دي بتاعه ايه؟ كذا. لو ما عملتهمش مش هيحصل اي مشكلة. وتقريبا بنسبة 95% في اي لعبة هتيجي تبدأ فيها هتلاقي الخطوة دي موجودة، عشان يعرفك يعني ايه كلاود شيل ويبدأ يقول لك ازاي تختاره. طيب بعد كده هنعمل حاجة، هنستخدم الكلاود ستوريج، فهنعمل حاجة اسمها البوكت. يعني ايه بوكت؟ البوكت ده ببساطة عبارة عن ستوريج او حاجة بخزن فيها اوبجكت معين، زي صورة زي فيديو او اي داتا انا عايزها. خلينا نقول ان هو هارد ديسك صغير. طب ايه الحاجات المميزة اللي فيه، او ايه الحاجات المفروض اخلي بالي منها؟ ان الاسم بتاعه دايما بيكون يونيك. يعني ايه يونيك؟ يعني حاجة مميزة، حاجة ما ينفعش تتكرر عند حد تاني. طب ليه ما ينفعش تتكرر عند حد تاني؟ عشان البوكت ده بيكون حاجة جنرال او حاجة بابليك، حاجة كل الناس شايفاها. ما ينفعش انا مثلا اجي اسمي البوكت بتاعي دلوقتي كلاود ستورج وانت تيجي تسميه كلاود ستورج، هو مش هيقبل الاسم ده. دي حاجة. تاني حاجة، وانت بتسميه دايما لازم تخلي بالك ان انت مثلا ما تبدأش برموز، ما تحطش اي حاجة ريليتد بجوجل، ما ينفعش تكتب كلمة جوجل. فخلينا نشوف مع بعض ازاي نبدأ نكريت الستورج او الباكت بتاعنا. هو بيقول لي اروح على الستورج واختار منها براوزر، بعدين اعمل كرييت للباكت. انا مش عايزة ده دلوقتي. طيب دخلت على الستوريج واخترت البراوزر، بعدين ادوس على كرييت بوكيت. ماشي. طيب بيقول لك انت عايز اسمه ايه، انا مثلا هسميه منى 05 وادوس كرييت. طيب ماشي، هو الاسم ده موجود قبل كده. طيب ماشي، خلينا نسميه ايه، خلينا ناخد الاسم بتاع اليوزر نيم بتاعي اللي هو الرقم الموجود ده. بس لازم نشيل كلمة جوجل، فعشان ما تعملناش مشكلة خلينا مثلا نقول منها 005. ما عندوش مشكلة في الاسم ده. تمام. طيب انا كده عملت الهارد ديسك بتاعي او كريت الباكت بتاعي، وجاهز ان انا اعمل ابلود لاي فايل عليه او اخزن اي داتا عليه. طيب ده كان اول تاسك هو طالبه مني اصلا، فخليني كده تشيك هو انا عملته صح ولا لا. تمام، واداني السكور بتاعي اللي هو 5. طيب بعد كده هو بيقول ايه، بعد كده عايزني اعمل ابلود لاوبجكت معين، او هو عايزني ارفع صوره معينه على البوكيت بتاعي، وقال لي اسمي الصوره بتاعتي بعد ما اعملها سيف اسميها ديمو ايمج. طيب خلينا نعملها سيف، هو انا اوريدي عملها سيف عندي، ونسميها ديمو. وعندنا طريقتين عشان نعمل ابلود للفايل، يا اما اعمل دروب للفايل هنا، او ادوس على كلمة ابلود فايل وسيلكت الفايل.
اللي انا عايزه. طيب خليني كده اجيب الصورة. طيب تمام، انا كده حطيت الصورة، بس في مشكلة صغيرة، هو هنا عايزها .jpg وانا حطيتها، مفيش مشكلة، خلينا نغيرها. هعمل edit، طيب تمام، انا كده عملت ابلود للصورة اللي هو عايزها وسميتها بالاسم اللي هو عايزه. خليني كده اتشيك البروجرس. تمام، انا كده عملت التاسك التاني واخدت السكور بتاعي. تالت حاجة هو عايزها مني هي ايه؟ قال لي ان انا اغير البرميشن واخلي الاوبجكت بتاعي بابليك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا رفعت حاجه معينه على الباكيت بتاعي او على الهارد ديسك بتاعي، بس الحاجه دي مش بابليك. يعني ايه مش بابليك؟ يعني محدش غيري يقدر يشوفها. طب انا عايزه اخليها بابليك، عايزه اخليها لو اديتك اللينك بتاعها تقدر تدخل انا ايه اللي عندي ده، فاعملها ازاي؟ هو هنا قايل لي ادوس على البرميشن وغير البرميشن واحط انتيتي جديد واسميه يوزر. خلينا نعمل الخطوات دي واحده واحده. اول حاجه من هنا هختار edit permissions، بعدين add item، هو قال لي اسم اخليه user، بعد كده ارجع تاني قال لي enter all users، بعدين قال لي reader. تمام save. طيب هي كده بقت public. لو انت دخلت على اللينك ده دلوقتي هتلاقي الصورة دي موجودة. لو الناس دخلت على اللينك بتاع الباكيت بتاعي دلوقتي هتلاقي نفس الصورة دي موجودة، كذلك اي حد شغال. خلينا نرجع كده تاني لللاب وندوس check my progress. طيب انا كده اخدت السكور بتاعي اللي هو 15 او خلصت التاسك المطلوبة مني. ممكن دلوقتي اعمل end lab، بس هو في حاجة تالتة قايل عليها مفيش عليها سكور بس موجودة في اللاب، خلينا نتكلم عنها. محتاج دلوقتي اتعلم ازاي اعمل enable او ازاي اشغل الكلاود فيجن اي بي اي. والحقيقة احنا عندنا اكتر من طريقة، احنا دلوقتي هنعمل طريقة بعد كده احنا شغالين في اللاب اللي بعده هنعمل طريقة مختلفة خالص. فعشان اشغلها اعمل ايه؟ المفروض ادخل على حاجة اسمها اي بي اي، وبعدين قال لي اسكرول داون لحد ما الاقي كلمه كلاود فيجن اي بي اي. خليني اسكرول تحت خالص عشان الاقيها هنا كلاود فيجن اي بي اي. طيب بعد ما ادخل عليها المفروض اعمل ايه؟ المفروض الاقي تحت هنا حاجه اسمها تراي ان اي بي اي، ندخل عليها. هو عايزني اصلا اعمل اكتف الاوثرايزيشن بتاعتي، فاعملها ازاي؟ هي عندي هنا اوف، انا هخليها اون. ماشي، بيقول لي اسلكت الاكونت اللي انا عايز اشغل عليه كلاود فيجن اي بي اي، وده الاكونت اللي انا داخل بيه. لا طيب هي كده بقت اون وكده بقت شغاله. كده الاكونت بتاعي بقى ليه اكسس على الكلاود فيجن اي بي اي. لو دخلنا مثلا على خلينا نمشي مع اللاب واحده واحده. طيب هو اوريدي هو فعلا مش هيعمل حاجه تاني غير ان احنا هنعمل ريكوست معين، والريكوست ده هنعمله في اللاب اللي بعديه. فخلينا بس نقول بالطريقه دي هو بيعملها ازاي عشان في اللاب التاني مش هنشتغل بالطريقه دي خالص. انا بعد ما اديت له اكسس هعمل ايه؟ انا ممكن اكتب الريكوست بتاعي هنا. بكتبه ازاي؟ بختار مثلا الحاجه بتاعتي اللي انا عايز اعملها
اختار هنا مثلا. طيب وهكذا، انا الحاجه اللي انا بختارها بعد كده برن الحاجه دي، يبقى انا كده عندي كود جيسون ينفع استخدمه في اي حته. هنتكلم عنها بتفاصيل في اللاب الجاي احسن. اول لاب ده ما فيهوش اي حاجه صعبه، اعتقد الموضوع شويه بسيط. هنتكلم بالتفاصيل على الامج بروسيسنج وماشين ليرنينج في اللاب اللي بعديه. طيب انا بعد ما بخلص اللاب ايه اللي بعمله؟ بعد ما تاخد السكور بتاعك تقدر تدوس اند لاب. طيب هو هنا بيسألني بيقول لي انت متأكد ان انت عايز تخرج؟ انت اي حاجة عملتها هتتمسح، انا اوريدي مش داخل بالاكونت بتاعي فمش محتاج ده. وبيقول لك ان خلي بالك لو انت ما اشتغلتش اللاب ده او لو انت ما خدتش السكور بتاعك وخرجت منه، فانت ليك 5 محاولات بس ان انت تاخده. بعد كده تيجي تفتح اللاب تاني هيقول لك ان لا في مشكلة والله، انت خلصت المحاولات بتاعتك ان انت تاخد اللاب ده. خلينا ندوس اوكي، انا مش عايز تاني حاجة تاني من اللاب ده، نديله ريت. ده كان اول لاب معانا. المفروض لو رجعنا هو انا بيتشال عندي لما باخده مرة تانية، بيشيل التشيك مارك بعد كده بترجع تاني، مش مشكلة. المفروض كل الناس لو حد اشتغل فهو خلاص خلص اول لاب. لو حد عنده اي سؤال ممكن يكتبه في الشات، وخلينا ناخد بريك بس 5 دقايق وبعدين نرجع تاني.
طيب خلونا نكمل. طيب احنا المفروض خلصنا مع بعض اول لاب اللي هو بتاع الاي بي اي. تاني لاب هنشتغله هو بتاع الاوتو ماشين ليرنينج فيجن. خلينا بقى نقفل كل الحاجات دي، مش محتاجينها تاني في حاجة. ماشي. طيب في اللاب ده هنستخدم ايه؟ هنستخدم حاجة اسمها اوتو ماشين ليرنينج فيجن. الحاجة دي من جوجل. دي بتخليني أرفع صور لأنواع مختلفة من الحاجات، مش من الحاجات، من نفس الحاجة. خلينا ناخد مثال على طول زي اللي هنشتغل مثلا هنا في اللاب. هيخليني أرفع شوية صور مختلفة عن السحب، مرة سحاب مثلا خفيف، مرة سحاب اللي هو بيبقى فيه مطر تقيل قوي، ومرة سحاب اللي هو المتوسط العادي. طب بعمل كده ليه، او هعمل ايه في اللاب ده؟ هيخليني اعمل فولدر لكل نوع منهم، وجوه الفولدر ده هعمل حاجه اسمها تريننج سيت، او الداتا بتاعتهم او الصور بتاعتهم عموما، عشان ابدا اعمل تريننج للموديل بتاعي، او اخلي الموديل او الماشين يديتكت اي حاجه اديها له. طيب يعني ايه الكلام ده؟ خلونا نشتغل مع بعض اللاب واحده واحده. طيب اول حاجه هنعملها ستارت لاب، نيو سبسكريبشن. جميل، نفس الخطوات هي هي بالظبط. هضيف على اوبن جوجل كونسول، بطلب من يوزر نيم وباسورد. تاني كل مره بنفتح بنقول هتستخدم الاكونت بيرسونال بتاعه، ناخد يوزر نيم وباسورد من هنا. طيب بعد كده اكسب. بعدين برضه هرجع تاني واقول ان انا مش داخل بالاكونت بتاعي، فمش هضطر ان انا اعمل ديتكت بداخل الموبايل. هيدخلني بعد كده على جوجل كونسول او جوجل كلاود بلاتفورم. خلينا نشوف هنا هي ايه. طيب اول حاجه مديني اوفر فيو سريع على اللاب اللي هو احنا اتكلمنا عنه، اللي هو الاوتو ماشين ليرنينج فيجن. والخطوه دي عملناها ان احنا دخلنا خلاص على جوجل كلاود بلاتفورم. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ طيب الخطوة دي انا المفروض يعني نعملها او نعملها زي اتفقنا، هو مجرد بسأله بس. خلينا ماشي نفتح بس كلاود شيل، هنحتاجه. start cloud shell، هو هنا مديني كوماند لاين بيقول لي عايزك تقول لي ايه هو الاكونت الاكتف، وعايزك تجيب لي الاي دي بتاعي. باي ذا واي في 3 طرق نجيب منهم الاي دي. اول طريقة هو بيبقى مديهاني هنا في كويك لابس. تاني طريقة الكوماند لاين اللي احنا قلنا عليه اللي هو جي كلاود كونفيجريشن ليست بروجكت، ده بيطلع لي الاي دي. تالت طريقة هنا على جوجل كلاود بلاتفورم هتلاقي البروجكت انفورميشن فيها كلمة بروجكت اي دي، والبروجكت اي دي بيكون هو بروجكت نيم، عشان في لابس معينة هتلاقيه بيقول لك شيل كلمة بروجكت نيم وحط بروجكت نيم بتاعك، فتكون عارف ان البروجكت نيم بتاعك مش اليوزر نيم، البروجكت نيم اللي هو الاي دي. طيب خلونا بقى نمشي مع اللاب واحدة واحدة ونشوف هو عايز ايه. اول حاجة محتاجة اعملها هي اني اعمل سيت اب لل اوتو ماشين فيجن، اوتو ماشين ليرنينج فيجن. طيب هعملها منين؟ هو بيقول لي افتح الاي بي اي واختار library. بعدين بيقول لي اسيرش عن الكلاود اوتو ماشين ليرنينج اي بي اي. ماشي.
طيب اهي كلاود اوتو ماشين ليرنينج اي بي اي، ندخل عليها. بيقول لي اعملها انيبل، فانا هدخل عليها. لو مش معمولة انيبل فانا هعملها انيبل، لان هي ساعات بتكون معمولة اوتوماتيك فهي مش معمول، فندوس على كلمة انيبل. طيب هي بتاخد وقت بسيط، خلينا نشوف بعد كده. طيب المفروض ان هي بعد ما عملها انيبل هعمل ايه؟ هدخل على الاوتو ماشين ليرنينج يو اي. طب هدخل عليها منين؟ هو هنا في اللاب قال لي، حاطط لي اللينك بتاعها هنا، فخلينا نفتحها في تاب جديدة. تمام، لو بصينا هنا هنلاقيها هي خلاص تعملها اكتيفيت بقت انيبل. طيب هو هنا انا هنا دلوقتي بعمل ايه؟ هدخل على حاجة اسمها اوتو ماشين ليرنينج يو اي عشان ابدأ استخدمه. فدوست على اللينك ده في تاب جديدة، فقال لي طيب ادخل بالاكونت بتاعك، فانا هدخل بالاكونت برضو بتاع كويك لابس اللي هو ده. طيب الباسورد، ماشي. طيب خلينا نعمل ايه؟ خلينا نجرب مرة كمان، لو ما نفعش هنغير يوزر نيم وباسورد. دي مشكلة حصلت قبل كده. ماشي، طيب كده انا عندي مشكلة في الاكونت بتاعي، فهعمل ايه؟ خلينا نبدأ، او خليني انا ابدأ اللاب تاني. طيب وعمل نفس الخطوات تاني سريعا. اوبن جوجل كونسول، دخل يوزر نيم والباسورد. طيب وهرجع اعمل تاني اول خطوة عملتها، ان انا اعمل انيبل للماشين ليرنينج. وخلينا ما نفتحش ال اوتو ماشين ليرنينج يو اي قبل ما يقولي ان هي ان انا عملت الكلاود اوتو ماشين ليرنينج، خليتها انيبل.
تمام. طيب خلينا كده نجرب تاني، نفتح الاوتو ماشين ليرنينج يو اي، هيطلب مني ادخل، هدخل بالاكونت بتاعي. والباسورد اوكي، نفس المشكلة. طيب وانا صراحة المشكلة دي حصلت معايا مرة، ولما حصلت كانت مشكلة في الايميل نفسه. طيب المفروض ان انا مشغل الاوتو ماشين ليرنينج، خليني ادخل اتاكد تاني. تمام، المفروض ان هي كده شغالة. خلاص تمام، هي كده اشتغلت. طيب بعد كده طالب مني ايه؟ طالب مني ادخل البروجكت اي دي بتاعي عشان ابدا استخدم الاوتو ماشين ليرنينج. طيب البروجكت اي دي ده اللي هو ايه؟ اللي هو موجود هنا. تمام، طيب انا كده دخلت ادي ال اي دي بتاعي او البروجكت اي دي بتاعي، هو اللي هنا. هعمل ايه بعد كده؟ هعمل سيت اب ناو. خلينا نمشي مع كويك لابس خطوه خطوه. هو اول خطوه قال لي احط البروجكت اي دي بتاعي اللي انا شغال بيه، بعد كده اعمل سيت اب ناو. طيب بعد كده هيطلب مني اعرف شوية متغيرات في الكلاود شيل. طب دي عبارة عن ايه؟ مثلا انا قدام شوية هحتاج ان انا استخدم البروجكت اي دي بتاعي كتير، فبدل ما كل مرة اكتب كل الاي دي ده هعمل ايه؟ هعرف متغير اسميه بروجكت اي دي واقوله ان ده شايل البروجكت اي دي بتاعي. نفس الفكرة برضو، انا هعمل متغير اسميه كويك لابس يوزر نيم، بدل ما كل مرة هكتب اليوزر نيم انا هخليه شايل اليوزر نيم بتاعي، واما اجي استخدمه اكتب كويك لابس يوزر نيم على طول بس. طيب هنحط دي فين؟ هنحط دي في الكلاود شيل. خلينا نفتحها، ستارت كلاود شيل. تمام، طيب نشيل الكويك لابس يوزر نيم، واي حاجه الكويك لابس بيديها لك بيقول لك شيلها وحط مكانها حاجه، يا اما بيحطها لك بين قوسين كده لازم تشيلها بالقوسين. فهو هنا عايز مني اليوزر نيم، فياخد اليوزر نيم ده واحطه انتر. طيب بعد كده عايز ايه؟ بعد كده قال لي ادي للاوتو ماشين ليرنينج بتاعتي بريميشن مع البروجكت ده عن طريق التلاتة كوماند لاين الجايين دول. خلينا برضو نحطهم هنا، ده أول كوماند لاين وده التاني وده التالت.
طيب بعد كده بيقول لي ايه، بيقول لي انا دلوقتي محتاج اعمل داتا سيت، او بغض النظر عن الداتا سيت انا محتاج، احنا قلنا في الاول خالص هنكريت فولدر لكل حاجة عندي، وكل فولدر من دول هحط عليه داتا سيت معينة. عشان اكريت الفولدر ده يعني هخزن داتا، عشان اخزن داتا محتاج يكون استخدم الكلاود ستوريج، عشان استخدم الكلاود ستوريج محتاج اكريت الباكت. فخلينا بالكوماند لاين ده هنكريت الباكت بتاعنا، وهو هنا الباكت هو مسميه ايه، البروجكت اي دي، المتغير اللي هو بتاع البروجكت اي دي اللي احنا كنا مسمينه فوق. بعد كده في سي ام، فهو هيبقى اسمه بالظبط بنفس الشكل كده، البروجكت اي دي بعد كده جنبها في سي ام. خلينا ناخد دي في الكلاود شيل، تمام. هو قال لي creating، طيب بيقول لي ان هو already موجود يعني متكريت قبل كده، فخلينا ندخل نشوفه او ندخل نتأكد ان هو موجود. طب ادخل منين؟ من الستوريج، اختار براوزر، تمام موجود هنا اهو الاي دي بتاع البروجكت بتاعي، بعدين كلمة VCM. لو دخلت عليه انا هلاقيه فاضي مفيهوش اي حاجه، انا كريت ديسك معين او كريت باكيت معين ولسه ما حطيتش فيه اي حاجه. طيب بعد كده هو بيقول لي ايه، بيقول لي ابلود التريننج ايمج، الصور اللي هعمل للموديل بتاعي بيها تريننج. طب اعمل ليها ابلود ازاي؟ ماشي، هو دخل على الستورج، وبما اننا هنستخدم الباكيت برضو كتير، فقال بدل ما كل مره نكتب اسم باكيت نيم هنحطه في متغير نسميه باكيت. هناخد دي كوماند لاين ونشيل يور بوكيت نيم، ونجيب الاسم من هنا او من هنا، يبقى انا كده الاسم بتاع البوكيت بتاعي ده كله خليته جوه متغير اسمه بوكيت. طيب بعد كده قال لي اعمل ايه، بعد كده انا محتاج اخد الصور بتاعتي واخزنها على الباكت ده او التريننج ده، تمام. فبالكوماند لاين ده طيب ماشي، المفروض طيب المفروض ان انا كده اخدت كوبي من الصور او الفولدرز اللي انا كنت عايزه كريتها، الفولدرز دي المفروض محطوط جواها صور اتخزنت على الباكت بتاعي. طيب الخطوه اللي بعدها المفروض هعمل ايه، المفروض ابدا اكريت الداتا سيت بتاعتي، فهاخد كوبي من الفايلات دي واحطها في الباكت بتاعي، الفايلات اللي هو مدهاني دي بتبقى حاجات اوريدي معموله جاهزه بدل ما تقعد تعملها تاني من البدايه. ماشي، واخر كوماند لاين عشان اخزنها في الباكيت بتاعي. طيب ماشي، لو جينا عملنا ريفريش نلاقي الفايل بتاع الداتا ست موجود هنا، وخلينا بعد كده نشوف هو بيقول ايه. طيب بيقول لي بعد كده ارجع للاوتو ماشين ليرنينج يو اي وابدا اكريت الداتا سيت بتاعتي، وده هياخد حبه وقت حلوين كده. هندوس داتا سيت، هو محتاج مني اسم الداتا سيت، فهو هنا قال لي هتسمي الداتا سيت بتاعتك كلاود. ماشي، هسميها كلاود. وانا مش هرفع له صور، انا اوريدي حطيتها هناك على الباكت بتاعي، هغير بس اللينك او اتاكد ان اللينك بتاعي صح. هجيب اللينك منين؟ ماشي، هناخد ده
ده المفروض اللينك بتاع البوكت بتاعي. ماشي، اشيل كلمة your project name. واحط البروجكت اي دي. تمام، ومغيرش اي حاجة تاني، ودوس create data set. وده هياخد وقت حبة، حوالي 5 دقايق مثلا. لو حد عنده اي سؤال ممكن يقول لحد ما يخلص. طيب خلينا على ما يخلص نتكلم مثلا على اللينكس اللي معانا النهاردة. طيب المفروض ان احنا معانا اكتر من لينك. اول لينك اللي انتوا خلاص اخدتوه او اتبعت في الشات اللي هو كويك لابس اكسس، قلنا ده هيديكوا شهر فري على كويك لابس. حتى لو انت معاك قبل كده شهر، هو بيبدأ يعني مثلا انا دلوقتي النهاردة 5/9، انا سجلت فانا جالي اكسس فري لحد 5/10، وجيت تاني بكرة خدت لينك تاني ودخلت سجلت، فانا هياخد شهر على الشهر اللي انا اخدته. تمام، مش بس بيتجدد من اليوم اللي بعديه. طيب في تاني لينك، الاكسس بتاع كورسيرا. ده بيعمل ايه؟ مجرد ما تخلص 4 لابس، وده اللي احنا هنعمله النهارده، اول ما تخلص 4 لابس تدخل على اللينك بتاع كورسيرا، هيديك فورم معينه كده، تبدا تملى الفورم دي وتاخد اكسس فري لمده شهر، بس مش على كورسيرا كلها. انت هتاخد اكسس فري لمده شهر على كورس معين على كورسيرا تتعلمه خلال الشهر ده. طيب هو خلص، خلينا نرجع له تاني. طيب هو كده عمل ايه؟ انا كده بقى عندي 3 فولدر، 3. ماشي، انا كده عندي ادي اول فولدر، وادي التاني، وادي التالت. اول فولدر ده فيه 20 صورة. ال20 صورة دول بيعبروا عن ايه؟ دول بيعبروا عن السحاب اللي هو بيبقى شوية خفيف. تمام، طيب بعد كده تاني فولدر فيه السحاب اللي بيكون تقيل، اللي هو بيبقى فيه مطرة او السحاب الكتير. طيب واكتر من شكل عشان يبقى عارف ان ده كذا وده كذا وده كذا. طيب واخر فايل فيه السحاب اللي هو المتوسط العادي اللي موجود كل يوم. طب انا كده بعمل ايه؟ انا كده دخلت الداتا سيت بتاعتي، او دخلت الداتا بتاعتي. تاني حاجة المفروض اعملها ايه؟ المفروض ان انا عايز اعلم الموديل بتاعي الفرق ما بينهم، فانا حطيت له مجموعة من الصور بحيث ان هو يبقى عارف الفرق بين ده وبين ده وبين ده. خلينا مثلا نجيب مثال، تخيلوا ان احنا عندنا 3 فولدر، كل فولدر منهم واحد فيه صور مثلا لقطط، والتاني الاسد، والتالت للمور. وجيت حطيت له 50 صورة هنا او 20، ماشي صورة، قلت له والله دول صور قطط، وقطط اشكالها مختلفة، مرة قطة بيضاء، صفراء، سوداء، ايا كان، وهكذا النمور والاسود. بعد ما بخلص انا كل اللي عملته انا دخلت له صور، بس لسه ما عملتلوش تريننج عشان يبدأ يعرف ان اللي مثلا عينيها شوية صغيرة وجسمها صغير دي اسمها قطة،
اللي عنده شعر مثلا ده اسمه اسد، هو لسه معرفش الحاجات دي، هيعرفها منين لما اجي اعمل تريننج للموديل بتاعي؟ بعد ما بخلص التريننج ده اقدر ان انا استخدمه في ان انا ادخله مثلا صورة هاي ديتكت يعرف هي دي ايه. خلونا نرجع تاني للاب. طيب انا المفروض خلصت الداتا سيت بتاعتي وبقت بالشكل ده، هعمل ايه؟ المفروض ان انا قلنا هعمل ترين للموديل. طب اعمل ترين للموديل منين؟ هنا دي هتاخد حبة وقت اكتر من اللي قبله. طيب لو جينا هنا بصينا هلاقيه بيقول ان انا مثلا هنا دخلت له 20 صورة، فبيقول لي ان لو كنت حطيتهم 100 مثلا الصور شوية هتكون الموديل بتاعي شوية هيكون احسن. يعني ايه؟ يعني كل ما كتر له صور، كل ما يكمل له تريننج كويس، كل ما البرفورمانس بتاعته هتكون اعلى. بس هو مش معترض على 20 خالص، هو عادي. خلينا نضيف ستاب تريننج، مش هغير اي حاجة. طيب هو كاتب انها تاخد ربع ساعة، خلينا نقول انها تاخد 10 دقايق ماشي او اكتر. نرجع تاني للكورسيرا لحد ما يخلص. ده اللينك بتاع الكورسيرا قلنا هيبقى موجود على الشات. طيب خلينا ندخل عليه مع بعض. طيب هو ببساطة يطلب منك الإيميل واسمك والمكان اللي انت قاعد فيه. الشرط بتاعه ان انت تكون خلصت 4 كويك لابس، وده هنعمله النهاردة. بعد كده بيطلب منك كويك لابس بروفايل. طب ده هجيبه منين؟ لو دخلنا على كويك لابس، طيب لو دخلت على كويك لابس هتلاقي في هنا كلمة ماي ليرنينج، دوس عليها اللي انا اوريدي واقف فيها دلوقتي. طيب اعمل ايه بعد كده؟ المفروض هنا عشان انا مخليه الاكونت بتاعي بابليك مش هيكون ظاهر زي الاول مرة يفتح كويك لابس. ممكن كل الناس لو ازاي نعمل الاكونت بتاعنا بابليك او ازاي نجيب اللينك بتاع البابليك بروفايل بتاعنا، هتلاقوا في هنا تقريبا كلمة ميك بابليك بروفايل او فيو بابليك بروفايل، حاجة زي كده، ممكن تدوسوا عليها. هيخلي الاكونت بتاعكو بابليك. طب الاكونت ده بيبقى عليه ايه؟ بيبقى عليه اي كويست انتوا خلصتوها او عدد الكويستس وعدد اللابس. طيب قلنا من شويه ان انا اقدر اشير اي كويست بخلصها على لينكد ان او احطها في السي في بتاعي. ازاي؟ بدوس على البوتون بتاع اد تو لينكد ان واكتب البيانات بتاعتها، وهي كده خلاص اتحطت. انا اخدت والله حاجه من كويك لابس بتاريخ كذا اسمها كذا، ودي حاجه مهمه. طيب اللينك اللي كورسيرا عايزاه اجيبه منين؟ هو اليو ار ال بتاع اللي فوق ده، بحطه هنا وبس. انا كده خلصت اقل من، يعني مش عارفه مده قد ايه صراحه، بس بيديكوا اكسس فري لمده شهر لكورس معين انتوا اللي بتختاروه. خلينا نشوف لسه شويه، لو حد عنده اي سؤال ممكن يقول.
طيب على ما يخلص خلونا نشوف باقي اللاب هيطلب مني ايه. هو انا كده فعليا المفروض خلصت كل اللي هعمله ان انا هتست الحاجة اللي انا عملتها دي. فخلينا نروح نعمل داونلود لصور لصحب مثلا. طيب محتاجين صور مختلفة. خلينا مثلا ناخد طيب خلينا ناخد دي. ناخد واحدة مختلفة عنها. خلينا ناخد دي مثلا. طيب مجرد ما يخلص هنبدأ نحط له أول صورة نشوف هو هيقدر يتعرف عليها ولا لا، ويقول لي هي من أنهي نوع. بعد كده نحط صورة تانية، ممكن نجرب نحط لو هي صورة مفيهاش سحاب أصلا هيقول لي إيه. هو هي دي حاجة متمرنش عليها. خلينا طب نتكلم عن حاجة تانية لحد ما تخلص. في حاجة كويك لابس بتعملها كل جمعة، بتعمل زي لعبة كده معينة. اللعبة دي بتكون بسكور، هي لعبة فين توك برضو المجال. مثلا كل أسبوع مرة اتكلموا عن البيج داتا، مرة اتكلموا عن الجي سويت وهكذا. طب اللعبة دي تبقى عبارة عن ايه؟ تبقى زي مش كويست. مثلا تلاتة أو أربعة لابس بيبقوا موجودين، وفي 200 واحد مثلا بيدخلوا. اللابس دي بتكون متاحة لمدة يوم أو يومين على حسب، وأكتر واحد بيجيب أعلى سكور هو اللي بيكسب. السكور بيتحسب على أساس إيه؟ على أساس كل خطوة أنت بتعملها بتاخد عليها سكور. بعد ما تخلص بتاخد بادج، هو يعني بادج زي ده على حسب الحاجة اللي أنت مخلصها، وتقدر برضو تستخدمها على لينكد إن.
وهو لسه مخلص. طيب خلينا نرجع تاني للاب. بعد ما بيخلص، هو بعد ما خلص المفروض هقدر اعرف البرفورمانس بتاعت الموديل بتاعي قد ايه. بعدين هعمل له تيست، احنا نزلنا الصور عشان نعمل له تيست. بعدين يبقى التاني لاب خلص. انا غالبا غلطت في حقه لما قلت هياخد اقل من ربع ساعة. خلينا معاه. طيب احنا ممكن نشوف اللاب اللي بعديها يكون، بس مش هينفع نبدأ، ممكن سريعا لحد ما يخلص هو. طيب احنا اشتغلنا ده، وده المفروض في اخر خطوة فيه خلاص. هنشتغل بعد كده الليفل الجاي ده،
سهل جدا ولطيف وحلو، ممكن تغيره فيه زي ما انتوا عايزين. هو اللي بعدين اول لاب ده انا ممكن نتكلم عنه سريعا. هو كل اللي فيه هو بيعرفك يعني ايه كلاود ماشين ليرنينج انجن. قلنا دي حاجة انا بستخدمها عشان اعمل تريننج للموديل بتاعي عن طريق حاجة اوبن سورس اسمها تنسر فلو. اللاب مفيهوش اي حاجة تانية غير كده، عامل انستول تنسر فلو وفي بروجكت موجود على الجيت هاب، هاخده وهبدأ اشتغل عليه وأعمل ترين للموديل بتاعي ويبقى اللاب خلص مفيهوش أي حاجة صراحة. اللاب اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو ده، في اللاب ده المفروض هنعمل ايه؟ هنشوف ازاي الموديل او الحاجة او الماشين بتاعتي ازاي هتقدر تديتكت اي حاجة، سواء ليبل سواء فيس سواء مثلا ويب. هديها مثلا صورة معينة واقول لها هاتيلي كل الويب سايت اللي موجود فيها نفس الصورة دي او صورة شبهها بطريقة بسيطة خالص ومش هياخد اي وقت. تقريبا اكتر لاب بياخد وقت هو اللي فات بس عشان موضوع الترين. طيب طب هو كده لسه في حد عنده مشكلة في الصوت ولا كده تمام؟ طيب تمام، حد خلص معاه؟ طيب لو حد شغال ممكن يقول لنا، ولو حد عنده أي سؤال هو خلاص على وشك إنه يخلص معايا. طيب تمام، طيب ممكن على ما نخلص تاني نشوف لايف ديمو بتاع الكلاود فيجن، ممكن نجربه مع بعض. لو كتبنا على جوجل مثلا كلاود فيجن
طيب ده المفروض الكلاود فيجن متاح لكل الناس تستخدمه. خلينا مثلا نجرب نحط صورة معينة، نجيب مثلا الصورة دي. طيب هو اخيرا خلص، خلينا نعمله بعدين نرجع تاني كلاود فيجن. طيب انا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ انا دلوقتي عملت له الترين خلاص، محتاج اعمل ايه؟ إيه لو دخلنا هنا هلاقيه هو طلع لي النسب بتاعته والبرفورمانس بتاعه قد ايه. طب انا محتاجة تيست الكلام ده، هتست ازاي؟ ندوس هنا، بعدين هو بيقول لي اعمل ابلود للايمج. خلينا نجيب اول صورة اللي هي كانت دي ونشوف هو هيقول لي. طيب هو عارف بنسبة 93% ان ده سحب من النوع الكبير اللي هو بيبقى فيه مطر، وشاكك ان هو ممكن يكون من النوع المتوسط بس بنسبة قليلة جدا جدا جدا. تمام، خلينا نجرب صورة تانية مثلا اللي احنا لسه برضو كنا واخدينها اللي هي فيها سحاب خفيف. طيب هو هنا عارف برضو بنسبة 97 ان ده من النوع السحاب الخفيف، وشاكك ان هو ممكن يكون تقيل بنسبة صغيرة جدا. وهكذا بقى، اي حاجة مش شرط السحب بس. دي كانت الفكرة بتاعت اللاب التاني. فالمفروض ان احنا خلصنا اللاب التاني. بعد ما بخلصه بعمل ايه؟ تاني اند لاب، حتى لو التايمر لسه مخلص مش مشكله. في حاجه نسيت اقول عليها، لو انا دلوقتي شغال على اللاب ومثلا انا في الخطوه دي والتايمر خلص، ايه اللي هيحصل؟ هو مش هيخليك تكمل زي ما انت واقف، هو بالنسبه له كده ان كل اللي انت عملته كل اللي فات ده مش موجود، فيخليك تبدا اللاب تاني من اول وجديد، تعيد من اول خطوه تاني لاخر خطوه. بس كده احنا خلصنا اللاب التاني، ممكن نعمل اند لاب. ماشي، طيب واقفل الحاجات اللي انا مش عايزاها وخلينا نكمل الحتة بتاعت الكلاود فيجن دي. نحط صورة، طيب غالبا كلنا عارفين مين ده. فالمفروض ان انا حطيت دلوقتي الكلاود فيجن اي بي اي صورة، المفروض ان هو هيبدأ يتعرف هل ده بني ادم، هل ده مثلا منين، عنده شعر ولا لا، لابس نظارة ولا لا. بعد كده الداتا دي كلها انا اقدر استخدمها كداتا جيسون في اي حتة ببساطة. ماشي، طيب طيب اول حاجة هو بيتكلم على وشه، هو لازم يكون طبيعي very likely. ماشي، طيب خلينا مثلا نشوف الاوبجكت. هو لابس نظارة، او لابس نظارة بنسبة 96%، هو مثلا راجل. الليبلز مثلا في وش وفي شعر، في مثلا عنده راس مبتسم وهكذا. طيب كل الحاجات دي انا ممكن استخدمها فين؟ ماشي، خلينا نشوف برضو الويب، ان هو يجي ديتكت الويب بيجيب لك كل الحاجات اللي ليها علاقة بيه او اللي اتكلمت عنه، مثلا جوجل مش عارف ايه،
كل دي لينكس لحاجات هو موجود فيها. بيجيب لك كل حاجة جوه الصورة، الصورة دي فيها ألوان ايه والدرجات بتاعة الألوان ايه وهكذا. ممكن بكل بساطة اخد الحاجة دي ك داتا جيسون واستخدمها في الكود بتاعي او ايا كان هستخدمها فين. ده كان ببساطة فكرة الكلاود فيجن، او ده زي مثلا لايف ديمو ليها. طيب خلينا بعد كده نرجع اللاب بتاعنا. طيب خلصنا أول لاب، خلصنا تاني لاب، خلينا نشوف تالت لاب. تمام، هنستارت لاب نفس الخطوات العادية بتاعت كويك لابس خالص. ماشي، اوبن جوجل كونسول. لو اخدتوا بالكم انا كل مرة بدخل باكونت هو بيعمل سيف للاكونت، بيفضل موجود بيفضل موجود، بس مجرد ما بخرج من البراوزر هم خلاص مش هيكونوا موجودين. حتى لو فتحت واحد تاني انكوجنيتو تاني، انما في البراوزر العادي هم هيفضلوا موجودين مهما خرجت ومهما دخلت، ودي حاجة هتضايقك انت عموما. طيب بعد كده هعمل accept done. تمام، خلينا بقى نرجع لللاب كده ونمشي معاه واحدة واحدة ونشوف هو بيقول ايه. اول خطوة زي ما متفقين هفتح اوبن جوجل كونسول، احنا كل ده عملناه. تاني خطوة هيقول لك الكلاود شيل وازاي تستخدمه، ودي قلنا ممكن نعملها سكيب عادي مش هتأثر معايا في اي شغل. تالت حاجة او اول حاجة في الشغل التكنيكال اللي هو بدأ اللي هو هبدأ فيه، هو طلب مني ان اعمل حاجة اسمها API key. طيب ببساطة هو نوع من انواع اللوجن عادي جدا، فانا محتاجة كريت واحد. هكريته ازاي؟ هدخل على الـ APIs اللي احنا بندخل عليها، بعدين اختار credentials، نمشي معايا خطوة خطوة، بعدين اعمل create API key. هي كريت لي واحد، هاخده كوبي عشان انا هحتاجه، بعدين بوت. هو انا كده بقى عندي API بتاعي وادي الكي، عندي API key، خلينا نحطه هنا عشان هنحتاجه. بعدين نرجع تاني للاب ونشوف هو عايز ايه. طيب اول حاجة هو بيقول لي احط ال API key بتاعي دوت في متغير واسميه API key عشان هستخدمه. هناخد ال command line ده وهنحطه في ال cloud shell. تمام، همسح الجملة بالعلامتين المحطوطة جواهم واخد احط فيها الـ API اللي انا اخدته.
تمام. انا كده بدل ما اكتب كل مره الاي بي اي ده كله، لا انا هكتب كلمه اي بي اي كي بس. طيب بعد كده بيقول ايه؟ بعد كده عايزني احط صوره معينه جوه باكيت. نفس الخطوه اللي عملتها المره اللي فاتت، عشان ابدا اخزن حاجه محتاجه استخدم كلاود ستورج. عشان استخدم كلاود ستورج محتاج اكريت باكيت. طيب بنكريتها ازاي؟ احنا قلنا عندنا اكتر من طريقه، احنا هنستخدم الطريقه بتاعه اليو اي. ممكن كوماند لاين واحد زي ما في اللاب اللي فات ما عملنا. نكريتها ستورج براوزر، مش حاطط لي ليها اسم معين، هو قال لي اسميها يونيك نيم وخلاص. هو مش هينفع يحط لي ليها اسم معين اصلا، عشان كلنا هنسميها نفس الاسم وده مش هينفع. اهو give your packet a unique name. هسميه مثلا من 05، او بلاش 05، 009 ودوس كريت. تمام انا كده بقى عندي الباكت بتاعي. تاني خطوة عايز نعمل ايه؟ عايز نعمل ابلود لصورة، والصورة دي اسميها الاسم اللي هو حاططهولي هنا. طيب هعمل سيف للصورة وغير اسمها، بعدين عاملها ابلود. هعملها ابلود ازاي؟ يا اما ادوس ابلود فايل زي ما قلنا واختارها، يا اما اخدها دراج دروب. تمام انا كده حطيتها بالاسم اللي هو عايزه. طيب خلينا برضه اقول حاجه بمناسبه الاسامي اللي شكلك بيقولها. هو اللاب ده مفيهوش سكور، فمفيش مشكلة لو كتبتها بالاسم ده أو مش بالاسم ده. هي هتقابلني مشكلة في حالة لو هو استخدم الاسم ده في أي حاجة تانية قدام، بس أنا قصدي إن مثلا أنا دلوقتي رفعت صورة معينة، لو هو مثلا حاطط لي سكور زي في أول لاب خالص وقال لي هترفع صورة اسمها كذا، اسمها مثلا الصورة مثلا هنسميها أحمد، لو أنا رفعت الصورة دي سميتها محمد هو مش هيديني السكور بتاعي، برغم ان انا معملتش حاجه غلط، انا رفعت لك الصوره على الباكت. الفكره كلها ان انا ليه لازم امشي معاه، او لازم امشي وراه واحده واحده، او اعمل الحاجه اللي هو بيقولها بالظبط عشان اخد السكور بتاعي. لما انا في لاب زي ده انا مش هيحصل اي حاجه لو غيرت الاسم، بس هضطر اخلي بالي من اي خطوه بعملها قبل كده. لو هو مستخدم الاسم ده هحتاج اغيره للاسم الجديد اللي انا بحطه. طيب انا عملت الصوره ابلود خلاص، والصوره موجوده دلوقتي قلنا بالاسم اللي هو عايزه. خلينا نخرج من دي. ماشي بعد كده هيعمل ايه؟ بعد كده عايزني برضو اديت البرميشن بتاعها عشان اخلي كل الناس او اي حد يقدر يشوفها، بس المرة دي هو عايزني ادخل الانتيتي اسمه، او ادخل الانتيتي بتاعي كجروب مش كيوزر. هنرجع هنا edit permissions add item group، بعد كده اسميها all users. تمام وهتبقى reader برضو. خلينا نتأكد تاني. تمام save. طيب بعد كده هو عايز مني ايه؟ عايز مني اعمل JSON request، وده هعمله عن طريق ال cloud shell. في اول لاب خالص لما جينا اشتغلنا كان في حاجه تحت في اخر اللاب كده، قلنا ان هو هنا بيخليني اعمل ريكوست معين، وقلنا ان احنا هنشتغل في اللاب اللي بعد كده بطريقه مختلفه خالص. هي دي الطريقه المختلفه. احنا ممكن نعمل هنا حاجتين، يا اما نستخدم الكلاود شيل اديتور، وده بجيبه منين؟ الكلاود شيل عندي وانا فاتحه، اختار الكلاود اديتور وافتحه من هنا. تمام، او
ممكن حاجة تانية وصراحة بحب أشتغل بيها، إن أنا أجيب أي كوماند لاين إديتور وأستخدمه، زي مثلا النانو أو زي الفيم أو أي أن كان اللي أنت عايزه، وتكريت فايل اسمه ريكوست دوت جيسون وتحطه جواه الداتا اللي هو مديهاني دي. فخلينا أول مرة نعملها نعملها بالكلاود شيل إديتور. طب ليه؟ عشان هو ببساطة بيبقى تحت هنا مطلع لي الكلاود شيل بتاعي اللي أنا هكتب فيه الكوماند لاين، وفي نفس الوقت فوق بيبقى مبين لي الفايلز اللي انا بشتغل عليها، فاي اكشن هعمله هنا هيظهر لي هنا. بس هو يفتح عشان هو عادة ما بيفتحش معايا، بس اوكي تمام هو فتح. خلينا نشوف هو عايز مني ايه. اول حاجة قال لي اكريت فايل، الفايل ده اسميه request.json. طيب هكريت فايل ازاي؟ هاجي هنا ماشي وعمل فايل نيو فايل وهسميه request.json. طيب بعد كده اعمل ايه؟ ارجع تاني لللاب واخد الكود اللي هو حطه، وهنشرح الكود ده واحدة واحدة دلوقتي. طيب في اول لاب، اول ما دخلنا كان في حاجة هنا مكتوب ان كانت request body تقريبا. اول حاجة بتدخل تفتح الريكوست بتاعك، تبدأ تختار مثلا الفيتشرز اللي انت عايزها، اخترنا وقتها مثلا التايب كذا. دي كانت طريقة في ان ازاي اعمل ريكوست جيسون. انا هنا هعملها بس طريقة تانية، اللي هي انا اللي كريت الفايل بايدي وانا اللي كتبت الكود، وهنبدأ نفسر حاجة حاجة. اول حاجة انا بقوله هنا انا عايز اعمل ريكوست. طيب تمام، اللي هو ايه؟ انا عندي صورة، واحط السورس بتاع الصورة، وفي السورس بتاع الصورة هنا هتلاقيه كاتب لكم ماي باكيت نيم. المفروض ان انا اغيرها لاسم الباكيت بتاعي اللي انا عملته، اللي هو كان من 009 تقريبا. خلينا نتأكد من 009. تمام. طيب بعد كده جوه الباكيت ده الصورة اللي انت عايز تشتغل عليها. بعد كده رجعت قلت الفيتشرز بتاعتي ايه. والله انا عايز استخدم الليبل ديتكشن. طب ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيبدا يطلع لي، انا مثلا حطيت له الصوره كان فيها الصوره لو فيها مثلا طبق، فهو هيطلع لي يقول لي ان هو ديتكت ان في طبق. طيب انا عايز الريزلت بتاعتي الماكسيمم بتاعها كام يكون؟ 10. يعني ايه 10؟ يعني هو هيطلع لي 10 نتائج بس، ممكن اقل من كده، ممكن اقل من كده، بس مش هيبقى اكتر من كده. طيب انا دلوقتي كتبت الفايل الجيسون بتاعي، هعمل سيف كنترول اس، بعدين هرجع بقى واشوف بيقول لي ايه. طيب بعد ما عملت سيف هو عايزني اعمل ريكويست باستخدام حاجة اسمها سي يو ار ال، عشان ابعت الداتا بتاعتي للجوجل كلاود فيجن اي بي اي وتبعت لي الريسبونس. يعني انا كده عملت ريكوست، انا محتاج ابعت لها الداتا دي وهي تشتغل عليها، بعد كده تبعت لي الرد او النتائج المفروض توصلي. طيب دي هعملها ازاي؟ عن طريق الكوماند لاين ده، هاخده واحطه في الكلاود شيل. وخلينا مركزين، اول ما بحطه ايه اللي بيظهر هنا او ايه اللي هيحصل هنا؟ طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو طلع لي 10 نتائج. العشر نتائج دول فيهم ايه؟ مرة مثلا طلع لي قال لي والله ان هو والله انا لقيت حاجة اسم في الصورة اسمها مثلا سكر. اه ماشي، الصورة فعلا كان فيها سكر. لقيت مثلا طبق، لقيت مثلا في اكل موجود، وهكذا. ده ببساطة كان ازاي اخلي ازاي اعمل ريكوست جيسون اخليه يديتكت الليبل. طيب بعد كده في ايه؟ خلينا نرجع تاني لللاب. طيب دي كده حاجة اسمها ليبل ديتكشن. طيب في عندي ايه تاني؟ في عندي حاجة اسمها ويب ديتكشن. طب دي معناها ايه؟ معناها ان انت هتشوف الصورة دي وهترجع بالداتا تقول لي ايه اللينكات اللي كان فيها الصورة دي او فيها صور شبهها. طب خلينا نشوف ازاي.
هي نفس الحاجة، هو كريت برضو فايل وحط فيه الداتا دي على نفس الصورة. هو هيخلي الصورة مثلا، هيخلي الصورة زي ما هي زي ما احنا متفقين. بعد كده هيغير في الفيتشرز، هيخليها ويب ديتكشن بدل ليبل ديتكشن. طيب هل انا ممكن اعمل الاثنين مع بعض؟ اه مفيش مشكلة ان اعمل الاثنين مع بعض عادي. خلينا نعمل اوكي. اه فهمت، انا اخدت الكود كله كوبي. خلينا ناخد ده برضه، نغير البوكيت نيم، الاسم بتاعي اللي هو منى 009، وبرضه نفس الخطوة هعمل ريكوست باستخدام ال CURL. عشان يبدأ يرجع لي الريسبونس. طيب تعالوا نشوف هو طلع ايه. بصوا هو طلع لي النتائج اللي مطلعها لي كلها عبارة عن ويب سايت. مثلا لو اخدت ويب سايت ده، هو ناقص حرف ايش ده نزوده، هو طلع لي صورة زي اللي انا حطيتها، او ممكن يطلع لي نفس الصورة بس بيقولي ان هي كانت موجودة في الموقع كذا، موجودة في الموقع كذا. طيب لو انا جيت مثلا لعبت في الرقم ده، لو خليناه مثلا بلاش نكبره قوي، خلينا مثلا 25، ورجعنا تاني عملنا نفس الكوماند لاين اللي فات. طيب هو المرة دي عمل ايه؟ هو المرة دي طلع لي داتا اكتر شوية لحد 25، وهكذا كل ما اكبر الرقم كل ما يسيرش اكتر وكل ما يرجع لي ردود اكتر. ده ببساطة الويب ديتكشن، اقدر استخدمه مع ايه؟ اقدر استخدمه مع اي حاجات تانية في الدنيا. في بعد كده حاجة تالتة اللي هي الفيس ديتكشن اللي اتكلمنا عنه في الاول خالص، برضه بستخدمه بنفس الطريقة. كل فكرة ان انا في الفيت وهغير التايب، هخليه فيس ديتكشن وهحط له الصورة اللي هو قايل لي عليها دي بالاسم اللي هو قال لي عليه، وهيبدأ يقول لي ان انا عندي كام مثلا وش، او انا عندي وش في الصورة ولا لأ. ممكن استخدم على نفس الصورة دي استخدم الويب ديتكشن. اه هيقول لي مثلا ان والله الفيس ده كان موجود قبل كده على ويب سايت كذا، او نزل صورة في الحتة الفلانية قبل كده، وهكذا. هي كلها نفس الفكرة. ده كان اللاب التالت ببساطة، مفهوش اي مشكلة. طيب جميل، هو كده مفيش اي حاجة تاني في اللاب ده. ولو في حد عنده اي مشكلة في اللاب ده ممكن يقول. يعني كده ممكن نعمل end lab. ونقفل الحاجات اللي مش عايزينها. وممكن ناخد بريك 10 دقايق الناس تصلي، ونرجع نكمل اللاب الأخير ونحط اللينكس بتاعت الحاجات الباقية. بس كده.
طيب خلونا نبدأ آخر لاب معانا. طيب احنا خلاص قلنا خلصنا اللاب ده. اللاب التالت هو سوري التالت ايه اللاب الرابع هو سهل جدا جدا ونفس فكرة اللاب اللي فات، بس المرة دي انا هعمل ايه؟ انا بالظبط هعمل 3 خطواتين. ايه هما؟ هعمل نفس الخطوات عادي بالظبط. انا هكريت اي بي اي كي، بعد كده هعمل ابلود لصورة معينة. الصورة المعينة دي هيكون فيها تكست، التكست ده مكتوب بالفرنساوي. الخطوة اللي بعدها انا هاخد الكلام اللي جوه الصورة دوت احوله لتكست، بعد كده هاخد التكست ده وترجمه لانجلش. فخلينا نمشي مع بعض ونشوف هنعمل الحاجات دي ازاي. اول خطوة خالص start lab new subscription. تمام. طيب open google console. new account. ندخل يوزر نيم والباسورد دول. دن طيب دي أول خطوة، إن أنا فتحت الجوجل كونسول وسجلت بالأكاونت اللي هو اداهولي. بعد كده عايز نعمل كرييت للـ API key اللي هو هيكون بنفس الخطوات، نفس الطريقة اللي عملناها اللاب اللي فات. طيب اي حاجة هتطلعها لي هو كده كده اوريدي، مش هيخليني ادخل على حاجة الا لما ادوس ان انا موافق على كل حاجة، وانا في كل الحالات مش فارق معايا عشان مش الاكونت بتاعي. طيب هدخل على الاي بي اي، اختار credentials، بعدين اعمل create اي بي اي كي. واخده كوبي واحطه هنا عشان هحتاجه، وارجع تاني امشي مع اللاب واشوف بيقول لي ايه. تمام نفس الفكرة، انا هعمل هعرف متغير اسميه اي بي اي كي واحطه جواه الكي اللي احنا عملناه له كريت. هفتح الكلاود شيل، مش عايزك. طيب نمسح كده وناخد ال API. طيب بعد كده محتاجة اعمل ايه؟ برضو نفس الخطوات تاني. انا هضطر ان انا اخزن صورة، عشان اخزن صورة لازم استخدم كلاود ستوريج، فهعمل كرييت بوكيت. طيب اعمله ازاي؟ هفتح الاستوريج واختار منها براوزر. لو دخلت على الاستوريج على طول هو بيدخلني اساسا في اول حاجة خالص او اول اوبشن موجود اللي هو البراوزر، واعمل كرييت للبوكيت واسميه اسم يونيك وليكن مينا 007. كرييت ما عندوش مشكلة.
تمام، انا كده بقى عندي المكان اللي اقدر اخزن عليه الصورة بتاعتي. طيب خلينا بقى نشوف الصورة اللي هو عايزني اخزنها اسمها ايه. هاخد الاسم ده واعمل سيف للصورة بالاسم ده. هي اوريدي عندي، ماشي مفيش مشكلة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الصورة واحطها في الباكت. طيب تمام، انا كده حطيت الصورة بتاعتي اللي هبدأ اشتغل عليها. عايز اتاكد من الاسم. تمام. طيب بعد كده الخطوه اللي بعدها برضو عايز نعمل edit البريميشنز، وهخليها برضو جروب. الانتيتي هيكون جروب، التايب بتاعها اسمه هيكون طيب ايه النيم بتاعها، سوري هكتب all users. خلينا نعمل كده edit permissions add item group. هو قال لي reader، ايوه save. طيب بعد كده هعمل ايه؟ انا هبدأ اكريت ال JSON request بتاعي. قلنا عندنا طريقتين، احنا المرة اللي فاتت فتحنا ال editor او ال cloud shell editor. ممكن نعملها بنفس الطريقة عادي لو شايفين انها سهلة، او ممكن اقول لكم ازاي ممكن نعملها بالفيم او بالنانو. طيب النانو انا بصراحة بستخدمش الفيم، النانو ده اديتور كوماند لاين اديتور، بدخل وكريت فايل عادي زي ما كنت شغال وغير فيه زي ما انا عايز. فاحنا ممكن اقول لكم ازاي بنستخدمه ونكمل شغل على الإيديتور عادي، او نشتغل على الإيديتور عادي مفيش مشكلة. طيب عشان استخدمه بعمل ايه؟ انا بكتب كلمة نانو، بعد كده اسم الفايل اللي انا هشتغل عليه. وهيحصل حاجة من اتنين، يا اما الفايل ده هيكون موجود على البروجكت بتاعي اصلا فهو يفتحه على طول، يا اما لو ملقاهوش هو هيعمل لي واحد جديد بالاسم ده. فانا المفروض ما عنديش، انا عايزة اتأكد من الاسم بس. ماشي، المفروض ان انا ما عنديش واحد، فانا هكريت فايل اسمه الاسم الموجود ده دوت جيسون. ماشي. طيب انا كده كريته، هو ده الفايل بتاعي جديد وفاضي، وده النانو. ومن مميزات النانو ان اي حاجه انت محتاجها وحطيتها لك هنا، عايز تعمل سيف هتدوس ايه، عايز تخرج هتدوس ايه. فانا كده كريت الفايل. هشتغل عليه ازاي؟ هاخد الكود بتاعي ده واحطه هنا، وابدا اغير زي ما عملنا بالظبط. ده كده الريكوست جيسون بتاعي، ادي كريت ريكوست وقلت له ان انا مدخل لك صوره. طيب الصوره دي السورس بتاعها ايه؟ السورس بتاعها مخزنها على البوكيت بتاعي اللي هو اسمه منى 007، وادي اسم الصوره. بعد كده في الفيتشرز قلت له انا عايزك تديتكت اي تكست موجود. تمام. طيب انا كده خلصت. قبل ما اخرج المفروض اعمل سيف، خلينا ندوس كنترول اكس. هيسألني انت عايز تعمل سيف، هقول له يس. الناس دوس على حرف الواي هيقول لها يس. بعد كده بيقول لك الاسم بتاعه كذا كذا كذا، انتر. انا كده عملت للفايل ده سيف. طيب خلينا نتأكد كده ان الكود موجود وان الدنيا تمام. ممكن نبدأ دلوقتي نفتح من الاونلاين اديتور ونشتغل عادي زي ما كنا شغالين ال كلاود شيل اديتور. سوري.
طيب طيب ادي الفايل اللي انا كريته بالنانو، كتبت النانو كذا كذا، فكريت لي فايل كان فاضي. تعالوا يعني نفتحه ونشوف الداتا اتخزنت جواه. تمام مظبوط، الداتا اللي انا كتبتها موجوده جواه. تمام طيب الناس اللي مش حابه تستخدم نانو او فيم او ايا كان، ممكن نعمل نفس الخطوات اللي عملناها اللاب اللي فات. فتحنا الكلاود شيل اديتور، بعد كده فايل نيو فايل وسميته بالاسم اللي هو قايل عليه، واخدت الكود حطيته وغيرت البوكيت نيم. تمام طيب ده كده الريكوست. عايز اعمل كول للفيجن اي بي اي عشان يبدا يرجع لي الريسبونس بتاعي او الريزلت بتاعتي، فاحطها هنا. خلينا نشوف هو عمل ايه. طيب هو هنا انا قلت له ان انا عايزك تديتكت اي تكست موجود، فهو عمل كده فعلا. بس خلينا بص هو عمل ايه. هو جاب لي 10 حاجات، انا قلت له الريزلت بتاعتك انا عايز الماكسيمم بتاعها 10. طيب خلينا نشوف الخطوة اللي بعدها عايز ايه. هو كده انا عملت الديتكت للتكست المكتوب في الصورة. طيب بعد كده هو عايزني اعمل سيف للريزلت اللي طلعت دي في الفايل اللي انا كريته اللي هو دوت جيسون عن طريق الكوماند لاين ده. تمام كريت فايل، سوري كريت فايل اسمه ريسبونس اللي هو الرد اللي رجع. الرد اللي رجع لي ده اللي هو هنا ده، هو عمل له سيف هنا. فهو هنا بيقول لي ان اللغة فرنسية، هو ديتكت التكست اللي هو ايه اللي هو كذا 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 كذا. خلينا نرجع تاني للصورة ونتأكد هي الصورة فعلا كان فيها الكلام ده. طيب ايه اللي مكتوب؟ ماشي نفس الكلام المكتوب هنا. خلينا نرجع للاب تاني. انا كده عملت اول حاجة، خليته يديتكت التكست، واخدت التكست بتاعتي دي حطيتها في فايل اللي هو ريسبونس. تمام بعد كده انا عايز ابعت التكست ده للاي بي اي بتاعت الترانسليشن عشان ابدأ اترجم حاجة زي كده. فهعملها ازاي؟ قال لي اول حاجة انا عايزك تكريت فايل بالاسم ده وتحط جواه الكود ده. فهعمل كرييت الفايل وهسميه بالاسم ده. طيب وهاخد الكود ده وهحطه. طيب وهشيل كلمة your text here، او لا مش هشيلها، خلينا ماشي، خلينا نعمل سيف ونخليه هو اللي يبعت الداتا، يبعت الريسبونس اللي خرج. الريسبونس اللي هنا ده انا هبعته هنا للترانسليشن اي بي اي عشان يبدأ يترجمه للانجليزي. خلينا نشوف ازاي هنبعته عن طريق الكوماند ده. طيب الكوماند لاين ده انا هعمل كوبي من الريسبونس اللي رجع لي هحطه في الترانسليشن فايل اللي عندي ده. تمام هو كده غير التكست الموجود، غيره للي هناك. بس في ايرور، وهو ان اي فايل جيسون وانت بتتعامل معاه بيكون عنده دايما مشكلة في حتة السبيسز والحاجات دي. فخلينا نعمل ايه، نروح للريسبونس وناخد ده زي ما هو مكتوب هنا نحطه في الفايل احنا. Ctrl C.
تمام، هو كده مطلعليش اي ايرور. طيب انا دلوقتي عايزة اترجم الحاجة دي، هعمل كول الترانسليشن اي بي اي، رجع لي ريسبونس. تمام، هو كده مديني ايرور. تمام، هو بيقول لي انا محتاجة اعمل انيبل لل ترانسليت اي بي اي. خلينا نتأكد كده. تمام، نعمل له انيبل. طيب المفروض ان هو كده اشتغل. خلينا نجرب الكوماند لاين تاني. تمام، هو كده خلاص اشتغل، وقال لي ان جاب لي الترجمة بتاعت الجملة اللي فاتت public good بلا بلا بلا. طيب يبقى انا كده تاني عملت ايه في اللاب ده؟ اللاب ده كل اللي فيه او الهدف منه ازاي اخلي الموديل بتاعي يعمل detect للتكست اللي مكتوب على صورة، بعد كده اخد التكست ده وترجمه، او اخد التكست ده احطه في فايل، بعد كده اترجمه عن طريق الترانسليشن اي بي اي. طيب ما فيهوش اي حاجه تاني. اللاب كده خلص. اللاب بسيط وسهل، والناس اللي شغاله في البرمجه او ايا كان تقدر تستخدم الحاجات دي بطريقه سهله جدا جدا جدا، او هتسهل حاجات كتير. قبل كده الناس كانت تكتب كود طويل عريض عشان تبدا تنفذ حاجه زي دي. في ايه تاني؟ اي بي ايز موجوده على جوجل، في حاجات كتير جدا تقدر تستخدمها وتقدر توفر عليك وقت وتسهل عليك الحاجه دي. طيب خلينا نرجع كده، احنا مش محتاجين نخلي كويك لابس. ماشي، طيب دلوقتي المفروض ايه هي اللينكس اللي معانا النهارده؟ الفري كويك لابس اكسس ده اخدناه، باي ذا واي هو اكسبايرد النهارده الساعه 12. اللينك ده بيبقى شغال لمده 24 ساعه بس في اليوم، يعني هو هيبقى شغال معانا النهارده بس. تاني حاجة الفري كورسيرا دوت، احنا حطينا اللينك ده برضو، هيبقى اللينكات دي كلها هتتبعت في الشات. كورسيرا قلنا هتاخد اكسس فري لمدة شهر على كورس واحد، مش على كورسيرا نفسها. طب امتى هياخد ده؟ الناس اللي اشتغلت النهارده هي اوريدي تقدر تاخد ده طالما خلصت 4 لابس. طيب السيشن نفس السيشن دي اتشرحت تقريبا اكتر من مره، بس ترينر مختلف. وفي توبكس تانية كتير، لو حد حابب يرجع لحاجه زي كده ده اللينك بتاعها، وده لينك الفيدباك فورم، ده مهم جدا جدا جدا. وباي ذا واي اللي هيملى اللينك ده المفروض ليه سيرتيفيكيت ان هو حضر السيشن دي. وده المفروض الجدول بتاعنا، بس هو النهارده كانت اخر سيشن في الكورس بتاع الماشين ليرنينج. خلينا تاني نقول ازاي اجيب البابليك بروفايل بتاع الاكونت بتاعي. انا كده خلصت اللاب ده، نعمل اند لاب.
طيب اجيب تاني البابليك اكاونت بتاعي منين؟ ماي ليرنينج فيو بابليك بروفايل اللينك اللي فوق ده او ال URL ده هو اللي انت بتستخدمه في اي مكان. خلصت كويست مثلا وعايز تشير حاجة زي كده، عايز تعرف كويك لابس مثلا ان انت مهتم بحاجة زي كده، ممكن تاخد اللينك ده وتعمل له شير على تويتر منشن كويك لابس، الموضوع بيكون لذيذ. بس انا كده خلصت السيشن بتاعت النهاردة. لو حد عنده سؤال في اي حاجة، ده الهاندل بتاعي على اي حتة في السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر لينكد ان، اي حاجة ممكن يتكتب في الشات. ولو حد عنده اي سؤال خلينا نشوف الاسئلة دقيقة مثلا او حاجة. طيب خلينا لو اللينكات ما اتكتبتش في الشات خلينا نكتبها. طيب خلينا نشوف الأسئلة. ماشي، اسم الترينر، أنا اسمي آية سيد من مصر. تمام، لو حد عنده أي سؤال تاني ممكن يقول ونقفل. وأعتقد اللينكات كلها اتحطت على الشات. تمام، عفوا. طيب انا كده خلصت واتمنى تكونوا استفدتوا، و سلام.